برحب فيكم أعزائي المشاهدين، ولقائنا هلأ مع الطبق الرئيسي. حنبتدي نجهز طبق كتير مميز لذيذ الكل بيحبه، مناسب لشهر رمضان ومائدة رمضان وبرضه لأي وليمة أو عزومة. إحنا حنعمل الفتة، ولكن مع تغيير شوي بسيط، أنا غيرت فيها تكنيك هيك معين. خلينا نشوف مع بعض الطريقة. قالب الفتة على طريقة منال: 3 كوب أرز مصري، نصف كوب سمن مذاب، نصف كوب زيت ذرة، كيلو لحم مقطع مكعبات، حبة كبيرة بصل أرباع، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح، 2 قطع ورق غار، عود قرفة، وحوالي 10 حبات هيل صحيح، صلصة الثوم، 10 فص ثوم مهروس، 3 أرباع كوب خل، 4 ملعقة كبيرة معجون طماطم، وباكت من عجينة الجلاش، وللتزيين بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، وصفة الفتة زي ما قلنا الكل بيحبها، مشهورة ولطيفة ولذيذة، وهي عبارة عن رز ولحم وخبز، وفي بعض الأوقات بنحط لها نوع من الصلصة بالثوم، في بعض البلاد بنحط زبادي، بتختلف، ولكن سبحان الله مشهورة. كل شعب أو كل بلد إلهم الفتة الخاصة فيهم، وهي من أقدم الأكلات اللي تعود عليها الإنسان وأبسطها، وبتأكل ما شاء الله كمية كبيرة، وبنفس الوقت مغذية ومفيدة لأنها تحتوي على اللحم. نبتدي خطوتنا الأولى واللي تكون بكير شوي، اللي هي تجهيز اللحم. ست البيت بتقدر تعمل هذه الخطوة قبل بعدة ساعات أو حتى قبل بيوم لو حبيته، ما في مشكلة عندنا. يعني اللحمة هذه مسلوقة وأنا بس بدي أستغلها أو أستفيد منها في طبخها مع الفتة، فمش مهم تكون طازة أو معمولة بيومها. إذا عندك عزومة أو بتحضري وقتك كتير ضيق، جهزيها قبل بوقت. هحط مقدار من السمن، ممكن تحطوا زيت وممكن تحطوا سمن على حسب ما بتحبوا. أنا مش مقايداكم في موضوع الدهن هون، بستنى ليدوب عندي السمن وأبتدي أضيف مكعبات أو قطع اللحم حسب زي ما قلنا النوع اللي أنتوا حابينه. لحم ما حطيت عليه إشي، أنا مجرد أني بضيفه بالطريقة هاي. هاي إضافة ممكن الناس يستغربوا مثلا أو ليش نعملها. بحب أنا أشوح اللحم قبل ما أسلقه، بحس ريحته بتبقى أطيب وبيبقى طعمه، ريحته بتبقى يعني أخف شوي وطعمه بيبقى أطيب. ما بقلب في الأول، خلوا بالكم، بس لغاية ما ألاقي اللحمة شدت معي شوي ببتدي أحركها. في الأول لاحظوا إذا حركتها حتلاقوها لازقة، ما فينا نحركها، نستنى ثواني بسيطة وبعدين بنبتدي نحرك. ببتدي أحرك اللحم بالطريقة هاي، بس يروح عندي اللون الأحمر. خلوا بالكم هلأ الوقت المناسب بقدر أضيف البصل. البصل عندنا مقطع مكعبات كبيرة، ما حتحتاجوا تفرموه خالص لأنه مجرد أنا بدي أخذ طعم البصل. بضيف البصل بالشكل هذا، وححتاج أضيف المي. هلأ ريحتها ابتدت تطلع كتير رطيفة، خلوا بالكم لما حضيف المي حيطلع عندي بخار كتير، فعلى طول أنا ماسكة الغطا وحطها بالشكل هذا. حغمر اللحمة بالمي، وبحتاج أحط لها مطيبات والبهارات اللي إحنا ذكرناها قبل شوي، اللي هي البهارات الصحيحة. لتسهيل شغلك، البهارات الصحيحة ممكن نحطها في كيس صغير، هذا كيس خاص للبهارات، ممكن بتلاقوه موجود بالسوق، أو حبيتوا قطعة من الشاش أو حبيتوا تحطوها مباشرة. إذا مش موجود عندكم ما في مشكلة، بحط البهارات اللي أنا مختراها، الهيل، حبات الهيل، ورق الغار، يعني كل هالبهارات اللي ذكرناها قبل شوي. خليني بس أصبها بالشكل هذا بيبقى أسهل لي، ونحط حبة الهيل وبرضو عيدان القرفة. هذه الفكرة عندنا دائما، بتلاقوا مصفاي ساعات صغيرة بنستعملها كنا برضو لموضوع البهارات، بتسهل لك إنه ما في داعي أصفي هلأ المرقة عندي، مجرد إني أنا حربط هالكيس بس تأخذ البهارات الخلاصة تاعتها وأخذ الطعم اللي أنا بدي إياه. بشيل الكيس وبفضيه وبقدر أستفيد منه عدة مرات، مش حرمي هذا الكيس، بقدر أستغله كذا مرة، ما في مشكلة عندي، مجرد بشطفه بشوية مي وبقدر أستفيد منه عدة مرات. بس الفكرة إن البهارات ما بحتاج إني أشيلها
وتغلبني أقعد ألقطها أو أصفيها. النقطة الثانية أو الميزة الثانية الحلوة باستعمال هذا الطريقة إنه ساعات اللحمة بتعمل لي زي فوم أو رغوة على سطح اللحمة أنا بدي أتخلص منه، فإذا حطيت البهارات بلاقيها عم تطلع معي وأنا بشيل هالرغوة هاي، فهاي الطريقة بتسهل لكم ما حتطلع معكم البهارات وخذوا راحتكم في تنظيف اللحمة. أعزائي المشاهدين، عندي هلأ اللحمة مسلوقة وجاهزة، بحتفظ فيها سخنة طبعا عشان ضروري أني أنا هلأ بدي أطبخ الرز بالمرق السخن وبدي برضو أستعمل المرق السخن، بس طبعا قطع اللحمة إحنا بنشيلها ونخليها على جنب، خلاص هي تعتبر انطبخت بالشكل هذا. هذه حستعملها لتجهيز الفتة، فأرجو أنكم ترتبوا حركتكم عشان لما نيجي هلأ نجهز الفتة تبقوا مرتاحين في الشغل. هنصفيها ونشوف خطوتنا الثانية. أعزائي المشاهدين، نبتدي هلأ خطوة أو مرحلة طبخ الرز. إحنا الرز زي ما اتفقنا حنطبخه بالمرق اللي طلعناه من سلق اللحمة. حسخن شوية دهن زي ما بتحبوا، ممكن ناخد شوية زيت وحنضيف له شوية سمنة مش كتير. أنا عارفة إنه الفتة دايما بتبقى من الأكلات الدسمة، فبدكم تبرمجوا هيك وقتكم شوي إنكم تمشوا أو تعملوا أي رياضة تروح هالدسم اللي حيكون من هالأكلة. بسخن زي ما قلنا أي دهن أنتوا حابين تستعملوه. ببتدي أضيف الرز اللي إحنا زي ما قلنا نقعينه وغسلينه. بقلب الرز هيك بهدوء شوي عشان بس يتغطى بطبقة من الدهن. بقلب بهذا الشكل لغاية ما ألاقي كل حبات الرز اتغطت كويس. ما تخافوش وما تقلقوش وانتوا بتقلبوا الرز، ما حيتكسر معاكم لأنه هذا الرز تبقى حبته قصيرة، ما في مشكلة عنا. أضيف هلأ المرق أو شوربة اللحمة اللي أخذناها من اللحمة. نقلب. حضيف طبعا مقدار من الملح حسب، إذا إحنا الشوربة ملحينها كتير فينا طبعا نقلل الملح، هلا بدكم بطرف لسانكم معلش تدقوها شوي أو تكونوا أنتوا عارفين حركتكم كيف تزبطوا نسبة الملح. بسيب هلا الرز على نار عالية في الأول لحوالي دقيقتين ثلاثة بس ليأخذ غلوة قوية، وبعد هيك بوطيه وبسيبه لغاية ما يستوي تماما، وأبتدي أجهز خطوتنا التالية اللي هي المرق أو الصلصة، لا سوري مش المرق، الصلصة عشان ما تتلخبطوا في المسميات، اللي حنستعملها للفتة. هحتاج قلاية تبقى واسعة هيك عندي شوي، وكمية كبيرة من الثوم. خلينا نجهز كمية الثوم، زي ما قلنا راس كبير من الثوم حنحتاج لهذه الوصفة. يفضل اني استعمل ثوم طازة، ما استعملش الثوم المحفوظ لانه في بالاسواق كتير انواع من الثوم محفوظة ومخلل، كل هذه مش حتنفعنا لهذه الوصفة. يبقى ابتدي اجهز الصلصة. بسخن برضو شوية دهن، ممكن نخلط هلأ إذا حبيت، هو طبعا بتنعمل بالسمنة ولكن أنا حخلط شوية زيت مع السمنة عشان ما يصيرش عندنا الموضوع كتير دهن. هحط شوية سمنة بالشكل هذا وأبتدي أقلب على نار هادية لغاية ما يأخذ عندي لون ذهبي فاتح. هنشوف مع بعض هلأ كيف حيبقى شكله. أعزائي المشاهدين، التوم ابتدى يتغير لونه، مش عايزينه يصير كتير غامق عشان بيبقى الطعم كتير مزعج لو صار غامق. ببتدي أضيف الخل، وخلوا بالكم ساعات بيطلع دخان كتير لما أضيف الخل. هلأ بس يغلي بتحسوا إنه الريحة قوية كتير ومركز كتير، فحاولوا تبعدوا شوي عن القلاي، نخليها تغلي شوي. هبتدي أضيف معجون الطماطم
وأحرك حركة بسيطة هيك، وأسيب هلأ الصلصة هاي تتسبك شوي على النار لغاية ما تتقل. يعني إشي بسيط ما حتاخد وقت، ممكن أكون مجهزاها تجهيز مسبق وتبقى بس أسخنها ساعة التقديم إذا حبينا. حضيف لها هلأ شوية ملح شوية فلفل وتبقى الصلصة عندي جاهزة. حنبتدي أعزائي المشاهدين نجهز لفكرتنا اللي شوي مختلفة اليوم لعمل طبق الفتة. عندي العجينة الرقاق أو عجينة الجلاج، هحتاج صينية كبيرة بالشكل هذا، وهحتاج فرشة وشوية دهن، أي نوع دهن أنتوا حابين تستعملوه، تخلطوا الزبدة مع الزيت، السمن مع الزيت، أي نوع دهن أنتوا حابينه. هاخد العجينة وأفتحها على الكاونتر على طول، مش محتاجين إحنا نعمل أي خطوة زيادة، مجرد هفتح العجينة بس. خلوا بالكم عشان يمكن ما أخذ كل المقدار، فما بدنا نخسر الباقيين ينشفوا معنا. هاخد رقات من العجينة بالشكل هذا، حوالي رقتين رقتين سوا، وعلى حسب سماكة الرقات اللي أنتوا حابين تحطوه. ناخذ واحدة كمان، تقريبا بتحتاجوا نص الباكت إذا صينية بالمقاس هذا. طبعا بيختلف كلمة باكت أو الحجم من بلد لبلد، فأنتوا هذه الوصفة بدها يعني هيك تعملوها على حسب ما تشوفوا مناسب عندكم. ما بقدر أعطيكم عدد الورقات اللي نستعملها، هاي سميكة شوي أو خفيفة بنقدر نسميكها بالطريقة. يبقى عندي هلأ طبقة العجينة الجاهزة، وهي الطبقة اللي فكرتي فيها إنه أغير شوي بهالوصفة، إني حبيت أعملكم الفتة بشكل مختلف، اللي هي بدل ما نحط الخبز أنا حطيت بداله قطع من العجينة البقلاوة زي ما أنتوا شايفين. هحتاج أجيب اللحم وبرضو مغرفة عشان تبقى قريبة جنبي لتجهيز الخطوات اللي حنعملها، وبرضو حنحتاج ممكن ناخد هالمعلقة الكبيرة. ببتدي أوزع الرز في داخل الرقاق بالطريقة هاي. الرز يفضل أن يكون بارد عندك شوي، ما بقاش سخن كتير عشان دافي، ممكن عشان ما يعجن عندي الرقاق اللي احنا حطيناه. هبتدي هلأ أحط قطع اللحم بالطريقة هاي. إن شاء الله هلأ الفكرة وضحت عندكم وشفتوا هالفتة العجيبة. هنوزع شوية صوص، طبعا زي ما قلنا طعم الصوص هذا وريحته كتير قوية، ولكن طعمه لذيذ جدا. خطوتنا الثانية إنه نبتدي نقفل الرقاق فوق بعضه بالطريقة هاي. هلأ إذا احتاجنا عشان نتأكد إنه الوش كليته مقفول، بناخد واحدة أو اثنين برضو على الوش مع بعض الدهن، واحدة كمان فوقها. كل الرقاق إذا تكسر تقطع معاكم ما في ابدا اي مشكله، بتقدروا تستعملوه، لانه هاي الوصفه بالذات مش مهم عندنا يكون الرقاق مرتب. ببتدي ادخل الاطراف في الداخل بالطريقه هاي، والفته على طريقه منال زي ما سميناها جاهزه، بدخلها الفرن على درجه حراره 180. خلوها بالفرن لمده ساعه لغايه ما تتحمر وتبقى مقرمشه ولذيذه، وبس تطلع من الفرن على طول بنقلبها على طبق التقديم، وممكن نزينها بقليل من الصلصة اللي احنا شلناها على جنب. لسلق اللحم، شوحنا اللحم، أضفنا البصل والبهارات الصحيحة والمي وسبناه لغاية ما انسلق. لتجهيز الأرز، شوحنا الرز، أضفنا المرق وتركناه لغاية ما نضج الرز. لتجهيز الصلصة، شوحنا الثوم وأضفنا الخل ومعجون الطماطم. مسحنا رقاقات العجينة بالدهن، حطينا الرز واللحم والصلصة، دخلناها فرن على درجة حرارة 180.
قالب الفتة على طريقة منال، 3 كوب أرز مصري، نصف كوب سمن مذاب، نصف كوب زيت ذرة، كيلو لحم مقطع مكعبات، حبة كبيرة بصل أرباع، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح، 2 قطعة ورق غار، عود قرفة وحوالي 10 حبات هيل صحيح، صلصة الثوم، 10 فص ثوم مهروس، 3 أرباع كوب خل، 4 ملعقة كبيرة معجون طماطم، وباكت من عجينة الجلاش. وللتزيين بقدونس مفروم.